فيما هو قادم. فانا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر، اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الكواليس اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي للمباراه المقبله. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، طمنا ايه الاخبار عندك؟ اكيد يا امير، خساره مباراه وخساره بطوله بتبقى ليها تاثير على طبعا على النادي الاهلي، على الجماهير، على الجهاز الفني، خصوصا ان انت دايما النادي الاهلي انت دايما موضوع على القمه. انت صاحب الرصيد الاكبر من البطولات سواء على النطاق المحلي النطاق الافريقي. انت في حته ثانيه يعني، ودي وده الامر يعني برضه حاله الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي. احنا اتعودنا النادي الاهلي طبعا في حته ثانيه، النادي الاهلي لا يقارن باي نادي سواء على النطاق المصري او النطاق العربي النطاق الافريقي، النادي الاهلي في حته ثانيه يعني دايما احنا الاول. فاكيد في حاله من الحزن عند اللاعبين، حاله من الجهاز الفني، لكن احنا اتعودنا في النادي الاهلي يعني ممكن بنبقى واخدين البطوله بنقفل الصفحه علشان نشوف المشوار اللي جاي ايه. تمام، فما بالك انت لحظات الحزن او لحظات اللي مش عايز اقول انكسار، لا عدم التوفيق. بالظبط، عدم توفيق، اصل وارد تكسب وارد تخسر يا فاروق، يعني مفيش مشكله. بالظبط يعني، فاكيد مش هتاخد وقت اكتر من كده. لا عندنا مباراه يوم الاثنين، الفريق استعد النهارده للمران، وكان وجود الكابتن محمود الخطيب اللي اجتمع مع مستر فايلر قبل المران، ثم كان في اجتماع يا امير مع مستر فايلر والجهاز الفني مع اللاعبين، اجتماع مصور يعني استمر لمده 50 دقيقه او 40 دقيقه، وكان في اجتماع ايضا للاعبين مع بعض، يعني اللاعبين والكباتن الفريق حسام عاشور ووليد سليمان واحمد فتحي وشريف اكرامي واللاعبين ورمضان صبحي. اللعيبه كان في اجتماع للعيبه، اللعيبه بتحاول ان هي تبين حجم يعني خلاص ننسى اللي فات. كويس، عندنا مباراه من الاثنين، عندنا مباراه ثانيه مع صن داونز، يعني مباراتين مع صن داونز، مشوار افريقي مشوار، والمباريات جايه كتير يعني البطولات جايه كتير ما فيش اكتر منها الحمد لله. فاللعيبه ايضا اجتماع مع بعض، يعني كان في اجتماع مع اللاعبين مع بعض برضه، خلاص هنقفل صفحه مباراه السوبر بكل ما فيها، بكل يعني سلبياتها بكل ايجابياتها. عندنا مباراة انطلق المران يا امير تمام الساعة 2:15 زي ما قلنا في حضور الكابتن محمود الخطيب والكابتن زكريا ناصر والكابتن خالد بيبو اعضاء لجنة تخطيط النادي الاهلي. مش هقول لك يا امير لا، لعيبة النادي الاهلي خلاص حاسة بقيمة الموقف وحاسة بقيمة الهزيمة. انا مش عايز اتكلم على اللي قبل كده يا فاروق، انا عايز اتكلم على اللي جاي، الاستعداد ليه ازاي؟ هل كان في اجتماع طبعا مثلا من كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين ولا ما حصلش، ولا المتابعه بس كانت لمران النهارده؟ لا كان الكابتن الخطيب اجتمع مع مستر فايلر بس لوقت وقت قصير، ثم تابع المران ما اجتمعش مع اللاعبين، كان متواجد يتابع المران. تمام، في حلول مع الكابتن زكريا بس والكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام، كانوا قلنا خلاص يا امير بنقفل الصفحه بنركز في اللي جاي. الفريق يعني النهارده مستر ريني فايلر عمل مران مغلق يعني من بدايه المران، برضو ان احنا برضو في بعض الامور نقدر نستشفها ونقولها. النهارده كهرباء ادى جلسه في الجيم، رمضان صبحي نزل المران الجماعي وادى مران الجماعي مع اللاعبين، بدا اللعيبه بشكل كامل رمضان. ها نعم يا امير، رمضان بشكل كامل في الفقرات كلها بتاع التدريب. بالظبط يا امير، يعني في الوقت اللي احنا شفنا فيه المران رمضان كان موجود مع الفريق من بدايه المران. بنطمن برضو الجماهير ان شاء الله على رمضان صبحي يكون موجود مع اللعيبه الفتره القادمه. جزئي بقى اشتغلت على الجانب البدني شويه، ثم بقى في بعض الجوانب الخططيه بيشتغل عليها مستر ريني فايلر، ثم اغلاق تام للمران، تركيز في المرحله القادمه. الفريق السعيد بكره ان شاء الله يمير الفريق الثالث مرانه كمان الساعه الرابعه، ثم الدخول في معسكر استعدادا لمواجهه الوصيف نادي الزمالك، معذره يا امير صاحب المركز الثالث نادي الزمالك، لان نادي المولين هو صاحب المركز الثاني. مواجهه فريق صاحب المركز الثالث نادي الزمالك في يوم مواجهه يوم الاثنين ان شاء الله. في انتظار ايضا بعض العقوبات اللي هيتم اصدارها من خلال لجنه الانضباط، لكن برضه اطمنك يا امير صوت لاعبي النادي الاهلي، صوت الجهاز الفني صفحه مباراه السوبر. اكيد استعداد، عندنا مباراه مهمه، عندنا بطوله مهمه احنا المتسيدين فيها بطوله الدوري، ايضا عندنا بطوله الافريقيه ان شاء الله ربنا يوفق امير في المشوار القادم سواء في مباراه الاثنين او مباراه صن داونز القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي يا امير. انا معاك لو في اي استفسار يا امير عايز تسال عن حاجه انا موجود معاك. لا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي قال لنا كل ما يتعلق بمران الاهلي اليوم. بالمناسبه دي لقطات
لتدريب الاهلي النهارده في حضور الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والكابتن زكريا ناصف، والكابتن خالد بيبو اعضاء لجنه التخطيط للكره بالنادي، ومتابعه ومؤازره للفريق. ودايما الاوقات اللي زي دي بتحتاج المؤازره والدعم والمسانده والثقه، لازم تصدرها دايما للجهاز الفني واللاعبين، لان احنا فعلا فعلا عندنا مدير فني محترم، عندنا لاعبين مميزين. وارد جدا ان انت في فتره من الفترات ما تبقاش موفق، لكن الاغلبيه ان انت دايما بيحالفك التوفيق بناء على مجهودك وتعبك وشغلك على مدار التدريبات والمباريات بشكل كامل. وواثقين في رجالتنا، رجاله النادي الاهلي ووحوش النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، سواء مباراه يوم الاثنين مباراه القمه، او ان شاء الله باذن الله مباراتي سان داونز. طيب ده فيما يتعلق بالاهلي واستعداداته للفتره الجايه. عايز اتكلم مع حضراتكم شويه بخصوص بعض الاخبار المحليه، واللي هي ايضا بتتعلق بمباراه القمه.